أولا شيخ الإسلام رحمه الله ليس بمشرع وليس بمعصوم، وإن كان له قدر ومكانه ولا شك في ذلك، لكن ربما من كثرة ما ينقل عنه رحمه الله قد يظن بعض الناس مثل هذا الظن، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، من ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله مما يروق له يجب عليه أن ينظر إلى كلامه السابق وإلى كلامه اللاحق في نفس الصفحات أو التي بعدها، وكذلك يجب عليه أن يعود إلى كتبه الأخرى، فإذا أتى شيء مما قد تنكره القلوب من كلامه رحمه الله فواجب عليه أن يعود إلى كتبه الأخرى. وهذا له أمثلة واضحة، من يقرأ في مجموع الفتاوى يجد أنه في بعض الصفحات قد يظن الظان أنه يرى زواج السني من الرافضة والعكس، بينما لو قرأ فيما بعد من مسائل أخرى وجد العكس، لأنه لابد أن تربط كلامه بكلامه في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى، فليتفطن المسلم إلى هذه النقطة.